احنا نديروا في العرس الجماعي هذا باش نقللوا من تكاليف العرس، لان العريس كل عريس يجيب لنا اربعه وخمسه صحون وكل واحد يجيب خمسه، واحنا العدد ما شاء الله 30 ولا 40 نفر، معناها يد العدد عندنا 150 صحن، معناها ان شاء الله تكون وليمه جماعيه، معناها ندعو فيها الاحباب والاصدقاء والضيوف وان شاء الله وكل شيء تمام يعني ان شاء الله. يعني العريس لما بيدير وليمه للعرس يبي تكلف 4000 و5000 وحتى اكثر. ننصح الشباب بالمشاركة في هذا العرس لأنه يساهم في التقليل من التكاليف، يعني ويساهم عليهم كثير من التكاليف، وتوجد هنا فرحة عارمة وجميلة الحقيقة، ويد الله مع الجماعة. اللهم بارك له وعليه واجمع بينهم بخير يا رب العالمين، اقلهن مهرا اكثرهن بركه، اللهم بارك لزوجين يا رب العالمين.